بالأحمر والأصفر. جماهير الترجي تصنع الحدث في العاصمة الإيفوارية أبيجانا. تابع معنا تفاصيل القصة. قامت جماهير الترجي الرياضي التونسية بصنع الفرجة في العاصمة الإيفوارية أبيجان، حيث انتقل عدد كبير من مشجعي الأحمر والأصفر لتشجيع فريقهما الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم عقب تغلبه على أسيك ميموزا الإيفواري بالركلات الترجيحية 4-2 بأبيجان في إياب الدور ربع النهائي، ليضرب الترجي موعدا مع سان داونز الجنوب افريقي في المربع الذهبي. جماهير الترجي او ملوك التنقلات كما يسمون انفسهم قاموا باشعال الشماريخ اثناء خروج حافله الفريق قبل المباراه وسط مزيج من الالوان بين الاحمر والاصفر، ليقوموا بعد نهايه المباراه باشعال الشماريخ وصنع الحدث من امام نزول اقامه اللاعبين في ابيجان مرددين شعار ان شاء الله يا ربي الترجي كامبيوني، أي الترجي سيفوز بالبطولة. الله يا ربي الله يا ربي. يذكر أن فريق باب السويقة سيواجه فريق سان داونز الجنوب إفريقي يوم 19 أبريل بملعب حماد العقر ببرادس، والإياب سيكون يوم 26 من الشهر نفسه في جنوب أفريقيا.